انتخبت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضوا في لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد هذا الانتخاب إنجازا جديدا لمملكة البحرين على مستوى الدبلوماسية البرلمانية. وتمثل سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المجموعة العربية ضمن أعمال اللجنة التي تختص بمراقبة الالتزام باتفاقيات جنيف. ومعنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من بلغراد سعادة العضو جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. سيدة جميلة، بداية نبارك لك هذا الانتخاب، ولو تحدثينا يعني عن أهمية حصول مملكة البحرين على عضوية لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي. طبعا بداية أبارك لمملكة البحرين هذا الإنجاز، وهذا الإنجاز يضاف للإنجازات اللي حققتها وفود الشعب البرلمانية في المحافل البرلمانية، وهذا دليل طبعا على ما مملكة البحرين من ثقة بين يعني محيط البرلماني. وهذه طبعا اللجنة لا شك بأنها هي من اللجان المهمة في البرلمان الدولي، لأن هذه يعني حسب أنت ما تفضلت تراقب تنفيذ الالتزام باتفاقيات جنيف، وتهدف إلى حماية يعني المشاركين الغير مشاركين في النزاعات المسلحة، حيث أن لا زال هناك الكثير من الانتهاكات لهذه الاتفاقيات خصوصا في المناطق اللي تشهد نزاع حول العالم. فإحنا طبعا في هذه اللجنة يعني نختص ب احنا ننشر الوعي وخصوصا بين المحيط البرلماني بكيفية معاملة اللاجئين والمشردين نتيجة لهذه الحروب والنزاعات. وأيضا هذه اللجنة يعني تعمل بصفة مباشرة مع يعني اللجان والمنظمات الدولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وطبعا هذه اللجنة أنا أعتقد حصول البحرين عليها من أهمية بمكان مكانة البحرين ودورها الكبير في المشاركة في هذه اللجان المهمة. وسبق أن احنا طبعا مملكة البحرين في البرلمان الدولي حصلنا على عضوية لجان جدا مهمة مثل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الأولى وكثير من اللجان. وهذه نتيجة إلى الجهود يعني تمخضت فيها من وفود البرلمانية وفود الشعب البرلمانية في البحرين المشاركة وثقة وخصوصا المجموعة العربية والخليجية يعني بالمشاركات اللي يتمتع فيها الوفد البحريني. نعم، إذن من بلغراد سعادة العضو جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.